أستاذ طلال الأنصاري، اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك بعد ثورة حسن بعد الثورة وبعد نجاح الثورة وبعد أن سقط الطاغية المخلوع محمد حسني مبارك. نريد أن نتحدث معك وننتهز فرصة وجودك في القاهرة عن نبذة عن حياتك الشخصية بعد خروجك من السجن عام 94 بعد القضية الشهيرة وهي قضية الفنية العسكرية. دينا نبذة سريعة عن حياتك. أنا نشاطي الأساسي هو مهنتي، أنا أعمل محاميا ولي مكتبي في الإسكندرية، وهذه المهنة تأخذ مني معظم نشاطي اليومي، وقد وفقت الحمد لله في هذه المهنة وأعيش وأتكسب منها، وأحاول أن أتجنب ما فيها من صعوبات أو ما فيها من مصاعب. وحتى الآن استطعت بفضل الله عز وجل إنجاز حقيقي في هذه المهنة، وهي مهنة رد ظلم عن المظلومين. وأنا أب لأربعة أبناء، ثلاثة ذكور وبنت واحدة، ومارس حياتي ما بين أسرتي وما بين مكتبي، والحمد لله هذه الأمور مستقرة. أضيف إليها في الفترة الأخيرة نشاطي في حزب السلامة والتنمية، وهو النشاط عقلي وذهني وفكري أكثر منه نشاط جسدي، حيث أن سن الستين هي سن ليست سن الجهد والعافية البدنية، بل هي سن العقل وسن الرصيد الذكريات وسن النصح والإرشاد. هذا ما هو أنا فيه الآن باختصار. أما المسألة الثانية، ذكرى سبتمبر الشهيرة، فهي ذكرى ينبغي أن نتوقف عندها ونعتبر، حيث أن هناك عدو أساسي ورئيسي لنا كعرب ومسلمين، وهو الاستعمار الأمريكي الذي يحكم العالم الآن وقد بسط نفوذه على كل المستضعفين في مصر. فأنا أذكر نفسي وأذكر العرب والمسلمين أن إسرائيل وأمريكا لن يذرونا وحدنا، وستظل أعداء لنا في مدى الحياة القريب والبعيد، وأنهم العنصر الاستكباري الأساسي في العالم، وأن رب العالمين يقف حاميا لنا مما يحيق بهذه الأمة من مؤامرات أمريكية وإسرائيلية لم تنتهي حتى الآن، وينبغي أن نأخذ الحذر منها جميعا، لأنهم لا يرضون للعرب بديلا سوى الانصياع لأوامرهم. وأنا أقول أن الإسلام دين الثورة، وأن الإسلام يحرر كل الناس من كل الاستعمار ومن كل الظلم والاستكبار التي تقوم بها أمريكا وإسرائيل، وأن ربيع الثورات العربية قد شهد منذ فترة إفاقة لهذه الأمة من الأنظمة التي تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل، ونهايتها قد اقتربت حتى الآن، لأن الأمة أصبحت في غاية اليقظة وفي غاية الصحوة، ولن يستطيع مستكبر في الأرض أن يضحك علينا من جديد. بمناسبة ذكر أحداث سبتمبر وضرب البرجين، ما رأيك في رحمه الله الشيخ أسامة بن لادن؟ الشيخ أسامة بن لادن أحد المسلمين الذين تركوا الدنيا وما فيها من ثروات، وفضلوا أن تكون حياتهم في مقاومة الاستعمار وفي مقاومة الصهيونية، وقد أفنى حياته في هذا العمل الجليل، ولقد صنع دورا عظيما وهو مقاومة الاستعمار ومقاومة أمريكا وإسرائيل، وسيظل هذا العمل العظيم باقيا له إلى يوم القيامة. طيب، السؤال يسحبنا في بعد مقتل الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، هل حضرتك على معرفة بالدكتور أيمن الظاهري؟ وما رأيك في حاجة؟ الدكتور أنور الظاهري مذكور له جهاده ومذكور له سابقته، وقد حمل الأمانة بعد أسامة بن لادن، وأنا لم يسبق لي شرف معرفته، لأنني قضيت حياتي داخل الأسوار في الوقت الذي برز فيه وبزغ فيه نجم المجاهدين العظام أمثال أسامة بن لادن. فأنا أدعو لهم بالتوفيق وبالرشاد والسداد، وأنا أقول لهم أن مصر قد تغيرت الآن، وقد عمل كل الجاهدين السابقين الآن في العلنية وفي العمل السياسي الذي فتح للجميع.
السؤال يصحبنا الآن ونحن في مناسبة عيد الفطر المبارك، والآن تدور ثورات وأبرزها سوريا وليبيا، ماذا تقول للثوار السوريين وماذا تقول للثوار الليبيين؟ أقول للشعب الليبي العظيم هنيئا لكم انتصاركم وهنيئا لكم تضحياتكم، وأن كل ثورة ثمنها غال وينبغي أن يدفع الأحرار ثمن حريتهم، ثمن حريتهم، والحرية باهظة الثمن. فهنيئا لهم انتصارهم الذي هو نتيجة طبيعية لجهادهم العميق والطويل. أما السوريون فالشعب السوري العظيم يعيش الآن أمجد أيامه، والنظام السوري الطاغوتي في سبيله إلى السقوط، ولن يبقى له سوى أيام قليلة إلا وينعم الشعب السوري العظيم بثورته العظيمة وانتصاره الذي هلت بشائره عما قريب. ما رأيك في مواقف الدول العربية من الحاكم الطاغية الذي يقتل كل يوم شباب الثورة السوري، والموقف العربي هل أنت راض عنه أم تراه مخزية؟ الشعوب العربية الآن تعيش أعظم أمجاد حياتها، حيث أنها تواجه الطواغيت وتواجه الحكام الظلمة وتواجه أصحاب العروش وأصحاب الفخامات الزائفة، وقد أفاقت الأمة من غفوتها وتستر الآن أروع سطورها، وقد آن الأوان لكي يذهب إلى صناديق القمامة أصحاب العروش والفخامات والمقامات العالية إلى أسفل سافلين، حيث اليوم والأيام القادمة هي أيام الشعوب الثائرة على من يظلمها ومن يفتري عليها. أنا أريد أن أرى رأي حضرتك في الموقف العربي من الحكومات العربية التي لم تقدم إلى سوريا ما ينبغي أن يقدم. موقف في غاية الخزي وفي غاية الندامة، أن يترك الشعب السوري وحده بلا معونة وبلا مساعدة وبلا تأييد، وهو شعب أعزل صفر لدين إلا من قوة اليقين والإيمان والتوكل على الله، وأمام سلطة متجبرة تقتل في شعبها وتفتح نيران أسلحتها الثقيلة على العزل وعلى الأطفال وعلى الشيوخ، بينما العدو الإسرائيلي قابع على حدودهم فرح بهذا النظام الجبروتي الذي فاق كل توقع وفاق كل جبروت قامت به إسرائيل. والنظام السوري يحفر قبره بيده، والشعب السوري العظيم قادر على تحقيق حريته وعلى تحقيق انتصاره. ما الكلمة التي تريد أن توصلها إلى النظام السوري الذي يتمثل في بشار الأسد؟ هو نظام لا يقرأ التاريخ، ونظام لا يجيد فهم ما حدث حوله من تطورات، ونظام يتصور أنه آمن على مقعده، ولكنه ينسى عبر التاريخ وعبر الزمان، وأنه آن الأوان لأن يسقط هذا النظام وأن يدفع ثمن جرائمه في حق شعبه. شكرا أستاذ طلال، سنعود معك بعد الفاصل.